نقف الآن على أحد الجبهات في ريف حمص الشمالي لنسأل الطيران كما ترون. وهذه الشاشات الجيش الحر تقوم بالتصدي له. حركة تحرير حمص التصدي للطيران. الله المدنيين. الله أكبر الله أكبر. التصدي للطيران الحربي. حركة تحرير حمص 19/10/2015. ليك اجي تنحى كسر بصب نكسيت ها؟ لا 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 بعدما فشل بمحاولات عدة اقتحامها نقف الآن على أحد الجبهات.